الشارع. يلا نلعب لك. لك فوتوا العبوا باوضتكم، هي عندكم اتاري وما حدا قدكم. يلا يلا بالخلاتي اضربي انت وياها. شو هاد يا رب؟ خلاص انت بتعني سكوت. الو، اهلين عماد. انا بجنن بطير ضمانات العقل ولك بلس. خلاص نعم بنحسد حسد. قاتولي امر. لا لسه ما طبخت. ايه تكرم عينك، هلا فوت بطبخ على راسي. لك خلاص، لا مالي سهرات. لك مالي نسيانة سهرة اليوم، هلك خلاص. طيب الله معك، مع السلامة. ولك شو اعمل له؟ ولك خلاص، لك عتجننوني يا ربي. مع السلامة يا ماما. يلا حبيبي يلا، هلا بهدي الرز وبنيمة. تقبرني عيونك ما عم تتفتح؟ لا تزعل لا تزعل ولا تنقهر ولا على بالك. يلا حبيبي. لك شو هاد؟ شو كسرتوا؟ كسرتوا الفازة؟ والله لكسر راسكم والله. وينكم متخبيين؟ طلعوا لشوف. طيب لشوف آخر التخباية معكم، أنا بفرجيكم. يلا ماما يلا حبيبي، جاية جاية. يا ربي يا ربي. خلص حبيبي خلص 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 ماما خلص خلص يا عمري خلص خلص حبيبي خلص. يلا يلا يلا. مرحبا يا ماما. وطي صوتك هلا بفيق الولد. حاضر. ليشك شعرك منفوش مثل الشيبه؟ هذا ابنك ما بينام حتى يلعب لي بشعرات مفترهم خصل خصل. الله وكيلك هلكني حتى نام. والاولاد وينهم؟ وينهم؟ متخبيين. ليش؟ بالظاهر عذبوك اليوم؟ لا يو، شو عذبوني؟ قال عذبوني قال. الله وكيلك قاعدين مثل الاوادم، لا من تمون ولا من كمون. كأنه الاكل مو خالص مو هيك؟ صحيح. وليش هيك مبردي قلبك؟ صارت الساعة 2:30. والله ما كنت عم بلعب ولا عم بعمل زيارات ولا صبحيات، بس ولادك بيربطوا الايدين. الله وكيلك ورجوني نجوم الظهر منين بتطلع. هلا كل كلمة بتقلي لي الاولاد الاولاد، ايه حفظناها الموجع. شو هاد يا بس بس ماما بس بعد افلام كرتون. لك وين رايحة انت؟ وياها تاي كملي اكلكم. لك شادية فادية. الحمد لله. قال متى ما تعبت الخواصر ارتخت المفاصل. فايت نملي شي ساعة زمان بركي بصحصح حتى اسهر منيح. يا بوش وانتي شو رح تعملي؟ شو بدي اعمل يعني؟ دوبني لملم الطاولة واجلي الجلي وامسح المطبخ وافرك الغاز واركض بالصغير. بس اهم شي انك تضبي لي حالك مشان سهرة اليوم، ما بدنا نتأخر عن الجماعة مثل كل مرة. شو؟ لسه ما خلصتوا سندويشاتكم؟ بسرعة. يا حبيبي شو لسه ما لبستي انتي تانية؟ يلا يلا رح ألبس. ايه رح نتأخر على السهرة. ما بدي أمن على عشا الأولاد بالأول. يلا ماما عجلوا عجلوا خلصيني. لك هلا وقتك انتي تانية؟ شو بكي ضايجة ومايجة؟ طلعي منيح. الله يرضى عليك يا لما، لمي الإزاز أحسن ما يفوتوا برجليهم. حاضر. تأمر انت على رأسي. مسك مسك الولد على بين ما لمون. لا لا حطيه بتخته، يعني بدك يعني احمله وانا مطعم ليكو تاني ليكو. يلا يا عماد انا جاهزه.
تسلم لي عينك يا رنا، الاولاد تعشوا وناموا وعامر اكل وشبعان ونطفان، اذا فاق شابين البيبرونه اللي على الكومودينا، انا غليت المي، انت بس حطي سبع مكاييل حليب. فكره معينه، فكره معينه. واذا شادي او فاديه فاقوا خلينا نشرب مي ويرجع يكملوا نومتهم. يلا خلصينا هلا. وانت اذا داخل ايه؟ التلفزيون قدامك، قلبي بستلايت على كيفك، ايه؟ اوكي. لك يلا خلصيني. يلا نحن ما رح نتاخر، ايه حبيبتي؟ روحي وسط السهرة. الله معك. تسلمي لي، يلا، يبعث لي حماس يقفل قناة الغاز، لحظة. ما بعتقد انه كلامك دقيق لهالدرجة، لانه حسب معلوماتي انه اعلى ناطحة سحاب هي سيرز بشيكاغو، مو الامباير ستيت بنيويورك، مو هيك سعيد؟ فعلا، انا وفادية زرناها الصيفية الماضية لما كنا بامريكا. بدون مبالغة، بدون مبالغة، بيجي ارتفاع حوالي 443 متر، وعلى هوا ما شرحوا لنا هنيك انه خلصوا عمارة بسنة ال 74، مو هيك سعيد؟ مزبوط، تماما. معلومكم بالرحل السياحية دائما في دليل سياحي بيرافق الجروب وين ما راح وين ما اجى، وبيعطيه معلومات مفصلة عن كل مبنى تاريخي أو تمثال أو حجر أثري. بصراحة أنا طول عمري كنت مفكر مركز التجارة الدولية بنيويورك هو ناطحة السحاب الأولى بالعالم. معك حق، نحن هيك كنا مفكرين قبل ما نسافر. بس يا جماعة الحكي مو مثل الشوف أبدا. يعني الواحد هو راكب الأسانسير تبع ناطحة السحاب بتشوش وأدنيه بصيروا بينفتحوا وبيتسكروا وكأنك راكب طيارة بفرد شكل. بس بالنهاية أنا شخصياً ما بفضل الأبنية العالية، وبحس إنه من سابع المستحيلات إني أقدر أعيش بناطحة سحاب أو حتى بالطابق الثالث أو الرابع بشي بناية من البنايات. منشان هيك كان أول شرط إلي لما تجوزنا أنا وسعيد إنه يبني لي فيلا طابق واحد بس، هيك مشان حس حالي على صلة على طول بالأرض، بالطبيعة، بالخضار، بالحياة. مخزية فعلاً، أنت مخزية ومخجلة كمان. استحت امي يلي قدها القد وعمرها العمر انه تقعد بين الناس والعالم وتكبي. لا وين قدام رفقاتي يلي كلهم رجال اعمال ومدراء شركات. مرحبا رنا، عزبوكي الاولاد؟ لا استنى ما ولي يهمك، بدك شيء؟ لا تاخرت. سلامتك. إيه مين متجوز انا؟ ختيانه سبعينيه ولا عجوز كركوبه؟ سوتي وشي يا لما، فعلا سوتي وشي وخلتيني اقلب قد الكمشه. انت شفتي ست فاديه؟ شفتي قعدتها وحديثها ومنطقها يلي بيسبحوا يلي خلقون؟ وهي مثلك مثلها؟ ابدا. عندها ثلاث اولاد وبيت ورجال ومسؤوليات كمان، بقى ليش ما بتتعلمي منها وبتكوني مثلها؟ لك فهميني شو يعني هي بشر وانت مو بشر يا لما. قبل ما تحكي عن الست فادية وحديث الست فادية ومنطق الست فادية، شوف سعيد جوزها للست فادية كيف عم يدلل ويرهف ويقول لها ميلي وما استندك انا. وقبل ما ينشلم عقلك بقعدة الست فادية وفظاعة الست فادية وأناقة الست فادية، اتعلم شوي من سعيد جوزة للست فادية يلي حاطط لها ثلاث سرلنكيات عم يفعوا بين ايديها ومعيشة فيلا مثل القصر ومدورة العالم بأسره، مو مثلي أنا يلي تارك لي الشقة على مين بقى وأنا عم ضوج مع هالولاد طول النهار، والطبخ والنفخ والبيت والحيط والواع والويع. لا واخر طب الكيل هم السهرات يلي لازم يكون فيها ست صالون مثل الست فادية. بقى وين صارت هي؟ ولك بانه شرع وبانه منطق؟ ولحتى ترتاح روح اسالي اياها للست فادية كيف هيك قدرانه تكون مره ظريفه وام مثاليه وست صالون بنفس الوقت. بتعرف شو رح تجاوبك؟ رح تقلك يا استاذ عماد انه الرجال مرايه القلب، واذا هي قدرانه تكون سيده عصره واوانه فهذا بفضل سعيد جوزة يلي موفر لها أسباب الراحة. وين وين لحتى توصل لهالمواصيل هي؟ أنا بتحدى أي زوجة بمحلي عم تفعي هالفعي كله من الفجر للنجر إنه تقدر تحكي كلمتين على بعضهم بآخر النهار. مشان هيك عمل حسابك من هلأ، أنا مالي رايحة معك على سهرة بكرة، خلي السهرات لأصحابها حبيبي مو إلي أنا. عاشق بقى. صباح الخير. صباح الخير. شو عم تعملي؟ شو شايفني عم بعمل يعني؟ طيب قبل ما انسى، ها اليوم لازم نروح على السهره عند فايز ومرته. سبق وحكينا بهالموضوع وقلت لك مالي رايحه. لون مالك رايحه؟ ما بصير ما تروحي يا عيني، هي سهره عائليه مو حلوه روح لحالي. معناتها لا تروح انت الثاني. ما بصير ما روح، هالسهرات هي لها علاقه بالشغل. وانا مالي مستعده اروح اسهر معك وانا محدود حيلي من الخدامه والركض بالبيت. طيب ماشي الحال، انا بساعدك. شو بدك؟ ليش المساله بهالبساطه هاي؟ ايه بهالبساطه،
وإذا بتريدي رح ورجيكي شلون. خلص إذا هيك حمل لكان. شو بدي شو 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 رح تعملي أنت ليش؟ خلص خذ إجازة اليوم من شغلك وقعد بالبيت. إيه وأنت؟ أنا دوبني وضب حالي من هلا. لازم الوحدة قبل ما تروح على السهرة تكون بكامل أناقتها، وهذا معناته لازم يكونوا شعراتها مساويين وأظافيرها مقصوصين ومبرودين وبشرة وشها مرتاحة ونفسيتها متألقة. إيه والمعنى؟ المعنى إني رح أروح ساوي مانيكور وبديكور، وبعدين رح أعمل مساج لوشي، وبعدين لازم أنطر لي عند الكوافير شي ساعة ساعتين لبين ما يجي دوري، ومن هون لآخر النهار أطمن بكون خلصت ورجعت على البيت مشان ألبس وأتأنق وروح على السهرة معك حبيبي. نام الله يرضى عليك، نام يا روحي، نام يا عمري، نام يا حياتي. يلا نام يلا نام، لا تذبح لك طير الحمام، يلا نام، نام بابا نام. ورسموا لونه على بين ما حط لكم الغداء. وكني انت وياها كني يا حملك الجني. بابا بابا فعامل سمعانه. كني انت وياها كنو. كن انت تاني كن والله طاش حجر شباب. الو لما وينك انت لسه ما خلصتي؟ ما خلصتي من مساج لوشي؟ ايه لا الاولاد مناح. لا هلا رح اغديهم بس وينك مشان الله لا تتاخري. لك لا مو منشان شيء بس يعني الاولاد اشتاقوا لك. ايه ماشي الحال الله معك. شوها؟ شو عاملة انت وياها؟ لك معطوا الدنيا بالتلوين ليش هيك؟ وين بدكم تهربوا مني؟ انا فرشيكم. ايه بابا ايه ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال. يلا 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 جيت انا جيت 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 شعت انت شعت؟ يلا طيب طيب يلا 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 ها. شو هاد؟ شو عملتي انت وياها؟ انا ما دخلني، هي وعم تجيب الالوان كسرتها، حتضربها بابا شي؟ يلا لشوف، افتحي تمك انت، هلا اجى دورك. برافو عليكي صحة وهنا، افتح تمك انت الثاني، هلا اجى دورك، افتح. تعي بابا، خذي المعلقة ما رح طولك، كليها، اجى دورك، خذي امسكي، كليها كليها من ايدي.
ايوه برافو عليكي. خير يلا قربي. شو صار لنا؟ صحة وهنا. افتحي تمك، اجا دورك. شادية؟ نعم. فادية؟ ممكن بابا توطوا صوت التلفزيون شوي لأنه أخوكم نايم؟ حاضر. بخافي فيه لأنه. وكمان أنا فايت أتسطح لي شوي، لا تضوجوا. حاضر. بتفيقونا ها؟ حاضر. كنوا كنوا. ماشي الحال. تعال احطك على كرسيك حتى تاخذ راحتك. تعال بابا تعال. يا بطل انت يا بطل يا كربوش. عود لشوف عود. عود هون. يا الله. شوف 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 بابا 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 يا عيني. سندويشات العصرونية. شو هي سندويشات العصرونية كمان؟ مو هلا تغديتوا؟ بابا بس انا جعت. وانا كمان. ما عاش الجوع يا بابا. تكرم عيونكم. هلا بساوي لكم سندويشات العصرونية. بابا احكي لنا حكاية. ايه بابا احكي لنا حكاية سعد مكان. خلص بابا هلا عم تتفرجوا على التلفزيون مو وقتها. خليك بابا احكي لنا حكاية. لك معلش بابا مو هلا. الله بابا. مو اليوم مو اليوم معلش. هلا يرضى عليكم مو لك خلاص. الله يوفقك بابا. لك بس بابا بس خلاص. طيب انت ماما كل يوم بتحكي لنا حكايه. لا خلص انت وياها بقى. كنوا لعمى لك كنوا. انا برايي انه اهميه برج ايفل مو لانه اعلى برج بالعالم بس لانه صار رمز حقيقي لمدينه باريس. ليش في اعلى من برج ايفل؟ طبعا برج كندا يلي موجود بميدان المترو بمدينه تورنتو واسمه سي ان تاور. هذا البرج فاتتني شفته لما كنت هنيك. يييي معناتها راح عليك كتير لأنه برج كندا بيجي ارتفاعه حوالي 555 متر وكلف 44 مليون دولار حتى انبنى. سعيد لازم نعمل همة ونسافر خصوصي لحتى نشوفه على الطبيعة. شو علي يا حبيبتي؟ منسافر ليش حتى ما نسافر؟ منسافر وأكيد راح تدعولي. على هالحالة بتعرفوا شو راح أقترح؟ تفضل إنه نسافر كلياتنا مشان نشوف برج كندا لأنه شايف لكم درنا العالم ولساتنا قاعدين هون بأرضنا. شي شيكاغو، شي نيويورك، شي باريس، شي كندا. بقى نحن بالمعية يا سيد سعيد. وانت الشهادة لله بيتا وزيتا. ها على ذكر الزيت راح طعميكم بالأول بعدين انت تحفنا بأفكارك الفزة. لكنه بقى كنه. قالوا نعم. يعطيك العافية يا أخي. أهلين الله يعافيك. بدي أسألك سؤال إذا تكرمت. تفضل. أخي حضرتك اللي ناشر إعلان بمجلة السمسار عن بيع بيت بالمهاجرين بداعي السفر؟ أي نعم. بيت مساحته 100 متر كسوة وسط طابق ثالث قبلي غربي. دخلك وبقديش ناهي سعره؟ بثلاث ملايين. أوف شو هالحكي؟ ليش كل هالقد غالي؟ والله يا أخي هيك الأسعار. ايه ما عم جيب شي من عندي انا. بعدين انا مأعلن عن السعر بالجريدة بقى ما في داعي تتفاجأ منوب. اخي كلمة ورد غطاها ومن دون ما نشوف البيت انا على الغميدي على الغميدي رح ادفع لك مليونين الا ربع. شو قلت؟ اخي بالنسبة للسعر لا تناقشني محسوم امره يعني ما في داعي للمفاصلة. ومن هون لهون يعني ما لا سكرة؟ لا اخي لا ما في لا سكرة ولا مصاصة. شوف هو على كل حال انا كاش ما معيها. شو معك لكان؟ عندي معمل أمر الدين بعربين مساحته شي 150 متر. هلأ هو صحيح آلاته قديمة بس كله شغال الله الوكيلها. معمل أمر الدين؟ لا حبيبي لا ما لي مصلحة فيه منوب خلي لك يا. طيب حواليك شي زبون إلو؟ ألو ألو شو نقطع الخط؟ اتصطفر شو ما في غيرك بالبلد؟ هاي بندق لواحد تاني. ألو مرحبا يا أخي
حضرتك اللي حاطط اعلان عم بيع ارض بالغوطه وقديش طالب فيها بالله؟ اوف. طيب شو رايك تبادلها بمحمصه بن بدمار؟ ما لك مصلحه. طيب حواليك شي زبون لهالمحمصه؟ الو الو، شو القصه؟ فظاعه يا اخي، ليش هيك العالم صاير خلاقه ضيقه؟ ها لتدور على واحد تاني. شبك طالع صوتك؟ ليش معصب؟ هيك من الناس. خير؟ شو في؟ شوفت عينيك؟ من يوم ما نشرنا اعلان بيع البيت بمجله السمسار وهالتليفون ما عم يهدى، على هات صد وخد رد. منيح، الله يكتر الزباين، ليش متضايق؟ مو زباين هدول. هدول ناس بدهم يتسلوا ويطقوا حنك، لا ويا ريت حدا عم يدفع، كله على فافوش. ليكون نحن طلبنا سعر غالي. منين غالي؟ يعني ما اجانا فيه 4 ملايين من سنتين وما بعنا؟ مبلا، بس هلا السوق دائر والاسعار كلها نازله. قديش نازله يعني؟ الربع عظيم. هي نحن نزلنا مليون يا ستي وبثلاثة الا شوي مستعد بيع، بس حتى هالسعر ما حدا دفعه. قديش عم يدفعوا لكان؟ شي دفع مليونين، شي مليونين وربع، بس مو كاش. لكان شو؟ مداكشه. مداكشه على شو؟ شي على بيت بزملكا، شي على مستودعات بالقدم، شي على سياره حديثه نمره مغتربين، شي على معمل بوظة، شي على قماش خملة الدرائن. هذا اللي كان ناقصني، أشو بفهمني أنا بخملة الدرائن وخملة المشموش؟ لا، وأحلى نهفة صارت معي أول تمبارح. إجا واحد ليبادلني على صفقة خشب. خشب شو؟ شو بعرفني خشب شو؟ ليش فكرك أنا بعرف الفرق بين خشب الزان وخشب السحاحير لحتى فوت هيك فوت هيك؟ هلأ المهم دبر لي بيعة هالبيت بقرد دب وخلصني. داقة خلاقي منه. ها يعني شوف، بتبدله بخشب، بتبدله بتنك، مو مشكلة، المهم ننقل على بيت أكبر ونخلص من هالعيل. هلأ لا تضوجي أنت التانية، يعني الأمور ما بتنحل هيك، الله يرضى عليكي. ما بدنا نخلص من مصيبة لنوقع بمصيبة تانية، الشغلة بدها رواقة. أكيد زبون جديد. ألو. نعم. أيوة نعم، أنا اللي نشرت الإعلان بمجلة السمسار. نعم، على شو بدك تبادي؟ شو ها؟ سباعية تلفزيونية؟ ليش السباعيات بتنباع وتنشرها؟ ها أيوة، وين بدي بيعها هي أخي؟ بأنو سوق؟ بالمحطات الفضائية؟ طيب عفوا، طالما هيك ليش ما بتبيعها حضرتك؟ ها مستعجل على السكن. ايه معلش حبيبي، انا لا بفهم بالسباعيات لحتى اشتري منك سباعيه ولا شو ها؟ برنامج منوعات 20 حلقه؟ لا حبيبي لا، ما بفهم بهالشغلات انا. لا لا، ولا بالبرامج الثقافيه، كل هالشغلات مالي فيها انا. لا مالي متضايق، معلش مو مشكله، الله معك، مع السلامه. عجبك؟ عرضوا علي سباعية تلفزيونية بدل البيت، ما بقى غير يبادلوني على شيء ملهاش عبية ساخرة. رد أنا عنك أبو رياض؟ لا رح رد أنا وأمري لله. ألو. نعم. أيوة، أنا اللي ناشر الإعلان بمجلة السمسار. نعم، بيت مقابل بيت؟ ايه، وينه هذا؟ شارع ابو درقني. شارع ابو درقني؟ ايه معقول. والمساحة حبيبي قديش؟ 120 متر؟ ايه كمان معقول. طيب السعر دخيلك؟ مليونين ونص؟ حلو كتير، بس انا بدي الفرق كاش. ها ايه. طيب وينك؟ اعطيني الرقم والعنوان اذا بتريد. ايوه 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 ايه 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 عرفته، بقفى بيت ال ايه. شكرا شكرا، خلاص كتر خيرك. ايه الله معك يا سيدي، مع السلامه. مع السلامه حبيب قلبي. فوريجت فوريجت. طمني شو صار؟ قال مستعدين يبادلونا على بيت بشارع ابو درقني، مساحته 120 متر ويدفعوا الفرق كمان. هن اللي بدهم يدفعوا فرق ولا نحن؟ هن طبعا. ليش ما سمعتيني شو حكيت؟ بس شارع ابو درقني اغلى من هون بكثير.
ليكون البيت على العظم. المكسي وعلى المفتاح. شو مجانين هدول ليدفعوا لنا فوق البيت هاد؟ ستي عند الحمام بتبان القرعة من أم الشعر، بكرة رح نشوفه. طبعا لازم نشوفه لأنه باينته هالبيت لقطة، بخاف يطير من إيدينا إذا تأخرنا. عجبك البيت؟ بجنن بجنن. يعني ناخده؟ إيه ما بدي وقف بنوب، يعني أصحاب هالبيت يا أما مجانين يا أما مو عرفانين قيمة البيت. بعدين ليك الحارة شو هادية. بعدين لا تنسي إنه هاي حارة المسؤولين، ها؟ يعني هالميزة هي بتسوى مليون ليرة. ليش بقى؟ بعرفك ما بتحب الدحوشة بالمسؤولين. مو مشان الدحوشة بالمسؤولين عم بحكي، بس لا تنسي إنه هيك منطقة بتكون مدللة كتير، يعني الكهرباء والمي ما بتنقطع أبداً، التليفونات ما بتتعطل، المجاري ما بتنصطم، جورة جورة بنص الطريق ما بتلاقي. يعني بياع غاز يفوت على هالمنطقة هاي ويمسك المفتاح ويطرطق على الأناني ما بتلاقي، ممنوع يفوت لهيك حارة أصلاً. بياع بطيخ يمسك هالميكروفون بقى ستي ويجعر ما بتشوفي منوب. حارة هادية بترمي الإبرة بتسمعي رنتها. تعرف أبو رياض، يعني إذا بيكون هالبيت من نصيبنا بتكون أمي داعيت لنا. قصدك أمي؟ أمي ولا أمك ما في فرق. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن اللي فتنا من شوي. تفضلوا. شكرا. تفضل ابو رياض. يسلموا هديات. مالي مصدقة حالي، معقولة كل هالبيت صار إلنا؟ إيه معلوم كله، لكن نصه؟ فعلاً يا أبو رياض، هالثروة فرصة العمر، يعني ما بيقولوا لك الحياة فرص؟ بالفعل فرص، يعني مثل هالفرصة ما بتصح لمين ما كان، وإذا صحيت يمكن بالعمر مرة. معك حق، وأنا كمان نفسي مو مصدق. بتعرفي؟ إذا نويت فرضاً أعرض هالبيت للبيع، إيه ما بقبل بأقل من 5 ملايين والسما زرقاء. ما بقبل. شو هالحكي؟ بس بتعرف ابو رياض، ما بعرف، انا قلبي ناقزني، خايفه يكون عليه شي مشكله. لا ينقزك قلبك ولا شي. انا ما قلت لك قبل ما ادفع ليره واحده بالبيت نكشت اضبارته العقاريه والماليه والقانونيه، والحمد لله طلعت فيشته بيضه لا تشوبها شائبه واضبارته مثل التلج. ايه ان شاء الله نشوف الخير على وشه. الو، مرحبا ابو حمدي، شلون صحة؟ شلون احوالك؟ شلون اختي والولاد؟ يا اهلين وسهلين. اي والله نقلنا، الله يبارك فيك. وانتو التانيات امتى بدكم تجوا تباركوا لنا؟ يا ميت اهلين وسهلين باي وقت. ايه العنوان مع اختي. لا 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 باي وقت. ايه قاعدين بالبيت نحن. اوكي نحن بالانتظار. بيت اختي جايين يباركوا لنا. اهلا وسهلا. افتحي الباب الله يخليكي. مرحبا يا اختي. اهلين وسهلين. حضرتكم سكان هالبيت الجداد؟ اي نعم مأمور. صاحب البيت اسمه مصطفى رجائي ابو رياض مو هيك؟ اي نعم. مين حضرتك؟ اهلين اخي مور. انا النقيب ميسر، رئيس مفرزة الحراسة لبيت العلاء أول أبو الهدى. يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. شرف شرف. يا أهلا وسهلا. لا معلش شكرا. ما بصير هيك من على الباب ولو. شرف شرف حبيبي شرف. فنجان قهوة بس. يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل. شرف. يا أهلين وسهلين.
الحقيقة نحن سمعنا أنه سيادة العلاء الأول ساكن هون، وسررنا بهالشيء، سررنا كثيراً. كيف سيادة العلاء؟ سيد أبو رياض، أنت بتعرف أنه المقتضيات الأمنية والإجراءات الخاصة بأمن سيادته بتطلب منكم أنكم تكونوا متعاونين ومتفاهمين لطبيعة مهمتنا. إيه طبعاً طبعاً، نحن تحت أمركم، ما في كلام نوب ولو. أول شيء يا ريت تعبولي هالاستمارات وبكره بمرق باخذها. عفوا، استمارات شو؟ معلومات روتينيه مو اكثر. ايوه إيه على عيني ولو. تكرم، شغله بسيطه. ثاني شيء بدي دفتر العيله وبدي سجل بعض المعلومات الخاصه فيكم عندي. ايه ما في مانع، شو عليه؟ الله يرضى عليكي، نطي نطي لجوا، جيبي دفتر العيله وبطريقه كمان ساوي لنا فنجان قهوه للاخ ميسر. على عيني. عم ندور على بيت مصطفى رجاي ابو رياض، قالوا لنا ساكن بهالحاره. اعطوني الهويات اذا سمحت. هذه هويتي. تفضل. شو بتشتغل حضرتك؟ تاجر. وين؟ عندي محل بسوق الحمديه. معك شيء يثبت هالحكي؟ حاضر. غاي بطاقه غرفه التجاره. شرف. والمدام؟ أنسة ابتدائي. بأنو مدرسة؟ زهرة الطفولة المرتاحة. طب شو علاقتكم بالشخص اللي عم تسألوا عنه؟ هي أخته وأنا صهره. صاركم زمان متزوجين؟ 7 سنين. وشو طبيعة هالزيارة؟ بدنا نبارك لهم بالبيت الجديد. ايه طيب ماشي الحال. تاني حارة على اليمين، الكلبة على اليمين كمان، في شباب هنيك بيدلوكم. يعطيك العافية. عظيم كتير. تفضل. يسلموا. يسلموا دياتك. طيب شو أسماء خالاتك؟ هناء ومكرم وفتحية وداد. أسماء عماتك؟ فتون وشجون ومليحة وغصون. أزواج خالاتك؟ ماجد وعبد العزيز، والثالثة عانس لسه لهلأ ما تجوزت. أزواج عماتك؟ بندر واسكندر، والثالثة أرملة. في شي واحد من أزواج عماتك أو أزواج خالاتك له شي وضع مضاد؟ شلون يعني؟ يعني هربان من العسكرية، صاحب سوابق، مسجون، مطارد، متذمر. لا لا أبدا، ما في إلا جوز عمتي كان مهاجر بالبرازيل ومو خادم عسكرية، بس اجى السنة الماضية دبروه، دفع بداله ومشي الحال. طيب أسماء نسوان اخوالك إذا بتريد. كوثر ولطيفة و شو اسمها هي الثالثة يا ربي؟ هي البشعة. شو؟ نسرين. ونسوان أمامك؟ رائدة ومائدة وسائدة. طيب في حدا من قرايبينك البعاد اللي ما ذكرناهم في له شي وضع مضاد مثل ما شرحت لك؟ مضاد ما في ولله الحمد. بس وينك؟ في ابن خالة مرتي السنة الماضية أكل ضبط تموين كما شو عنده بضاعة تهريب. شو اسمه؟ نزار المرجي. حافظ رقم الضبط؟ أنا؟ ليش لا أحفظه؟ حافظ رقم الضبط تبع ابن خالتك نزار؟ يو اسمعوا على هالسمعة، إيه أنا رقم تليفونه مو حافظته لأحفظ رقم الضبط. إمتى آخر مرة شفته؟ لمين؟ لنزار المرجي. يعني من شي سنة. والمدام؟ إمتى آخر مرة شفتي فيها ابن خالتك؟ كمان من سنة. وين شفتي؟ بيت خالتي على نهر عيشة. ممكن تعطيني عنوان بيت خالتك بالتفصيل؟ شو بتقرا ابو؟ هاي اخته وانا صهره.
بدكم تطولوا جوا؟ يعني حسب التساهيل ساعتين ثلاثة أربعة الله أعلم. لا ما بصير هيك، بدك تحدد. حاضر. قديه بدك تقعدي عند أخوكي؟ خليهم ساعتين ونص. ساعتين ونص أخي. طيب تفضل عبي لي هالاستمارة. إذا ممكن بعد ما تعبي الاستمارات بدي اياك تكتب لي لمحة عن حياتك ولمحة عن حياة المدى. ما فهمت، شو بدي اكتب يعني؟ مذكراتي؟ مو مذكراتك، معلومات عامة. يعني وين نشأت؟ وين ترعرعت؟ وين لفظت؟ بقصد وين مسقط رأسك؟ وين درست؟ إمتى تخرجت؟ شو اشتغلت؟ شو هي الهيئات والجمعيات والأندية اللي انتسبت لها؟ يعني من هالحكي. ثابت مدخل على ايدك اليمين. شكرا. عفوا. عفوا، ممنوع السيارة تكون جوا. صفوها مع جنب وكملوا مشي لو سمحت. أمرك. يلا وكيلك، مرينا على 3 كلوبات لوصلنا لعندكم لهون. ايش هو هاد يا؟ معلش ولا يهمك، هو بالبدايه لابد من هيك اجراءات مشان الضرورات الامنيه، بس معه ومع المده بعد ما يتعرفوا على زوارنا وعلينا يعني بنصير اهل. ليش مين ساكن هون اخي؟ انت قولي مين مساكن. يا ستي عندنا 4-5 مسؤولين، يعني كل واحد منهم بهز الارض هز يعني. الله وكيلك يا أم حمدي، عملوا معنا تحقيق وكأنه عاملين شي عملة. معلش يا أم رياض، لا تنزعشي كره القد، المسألة روتينية. عن إذنكم لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى الزوار اللي فاتوا على الحارة من الجادة الثانية عندكم شي؟ أنا زوار؟ يلي بالفيات الكحلي. إيه عنا خير؟ خير يا أخي. ما سجلتوا هوياتكم بالمحرس وانتوا فايتين؟ بلا، سجلنا الهويات وعبينا الاستمارات. مزبوط، بس لعنا ما مرقتوا، نحن غير هدنك. عفوا، ليش مين حضرتكم؟ نحن مرافقة ابو مطاع. ها ايوة ابو مطاع، تشرفنا يا سيدي، حصلنا الشرف. اهلا وسهلا. يا اهلين. ممكن ناخذ الهويات لنسجلهم؟ ايه بس هوياتنا ضلت مع النقيب ميسر. لكان اذا بتريدوا وانتوا طالعين مروا لعنا، ما منعطلكم أكثر من دقيقتين. على عيني. ومطولين هون يا ترى؟ لا سيدي مو مطولين، رح نشرب فنجان الشاي ونتيسر. طيب بس وين؟ ما بصير هيك، ولو تفضل جوا اشرب فنجان قهوة منتونس فيك. لا معلش، عندي تبديل نوبة حرس. السلام عليكم. ايوه. وعليكم السلام والإكرام أخي، شرفت.
مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. نحن كثير اسفين الازعاج. لا ما في ازعاج، اهلا وسهلا. خير؟ الشباب اللي كانوا بالسياره ريما سهرانين عندكم شيء؟ لا والله نحن ما عندنا حدا. طيب يا ترى عندك علم وين سهرانين؟ لا يا عيني، نحن لا شفنا شباب بسياره بيجو ولا بنات بسياره رينو، قاعدين ببيتنا وكافيين هالعالم خيرنا وشرنا. طيب عن اذنك انا بكرر اسفي. شكرا. الله معك يا حبيبي، مع السلامه. لا لا ايه الاستقبال يلي عندي اجلته، صدقيني ما بعرف لامتى. لا رح نعمله هالاسبوع عند ام حمدي، والاسبوع الجاي بفرجها الله. مزبوط كان عندي اي بس ما قدرنا نجيب الموافقه بسرعه. لك شو هالموافقة؟ الموافقه الامنيه. هلا ضروري كل هالتفاصيل على التليفون انت الثانيه. قال يا ستي لحتى نعمل استقبال نسوان عندي بالبيت لازم نجيب موافقه امنيه، ويا ريت من جهه واحده، من اربع خمس جهات. خلاص خلاص لفيها بقى. لا هالاجراءات هي بس للي ساكنين بحارتنا. الله وكيلك راح ابو رياض حتى يطالع الموافقه، طالعوا له روحه وما كانت تطلع. ايه مثل ما عم اقول لك، بركي الاسبوع الجاي بيكون مشي الحال. على كل بس شوفك عند ام حمدي بحكي لك. ايه وهو كذلك، مع السلامه. يعني ليش هالحكي كله على التليفون؟ ليش شو حكيت؟ ما حكيت شيء. ما بيصير يا ام رياض تحكي هيك على التليفون، ما بيصير. انت ليش بتنكتي كل شيء عندك؟ بعدين بجوز تكون تليفوناتنا مراقبة. حاجتك وسوسة، مو لهالدرجة انت الثاني. ايه تعي لقلك تعي، وين يا مهوين؟ ليلي، شو صار بالاستقبال؟ نقلتوه لعند ام حمدي؟ ايه، شو بدنا نعمل؟ نقلناه، كانت باطلة ومحولة الساعة اللي نقلنا فيها على هالبيت. فعلا يا ام رياض، فعلا. انه انا قديش اكل خوازيق وكمان بحياتي؟ كثير، خير الله، بس مثل هالكم ما اكلت. قال يا مسترخص اللحم عند المرأة بتندم. لك صدقيني بلاك ما بينسكن هاد العمى، ما عاد حدا دق بابنا، ما عاد حدا سأل علينا وين انتو، كأنه قاعدين بصحراء. ايه ما حق الناس تنفر من الجاية لعنا لأنه شي بيطقق. بيطقق وباس؟ شي لجنان لجنان وحدة بوحدة. وعلى هات هوية وخود هوية وملي هالاستمارة واكتب اذن وين رايح وين جاي كمان. وقديش بدك تسهر ولا تصف سيارتك واوعى تزمر. شايفة شايفة؟ العم على الحالي. قسما بالله يعني لو بدي احكي هالقصة للناس بدهم يقولوا معقول يعني ايش وهاد؟ عم تبارغ استاذ. اسمعي لقلك، اسمعي هلا. من كم يوم مرق لعندي ابو ناصر بسيارته. لما شافني جاي من راس الحارة طوط لي. زمر لي يعني لانتبه له. والمسكين زمر من هون والشباب الطيبة دقت بزمور رقبته من هون. قال شو ممنوع الزمور حتى ما ينزعج المعلم. ايه حلف ميت يمين، حلف ميت يمين من بعدها ما عاد يدعس هالحارة طول ما هو طيب. ابو رياض نحن لازم ننقل من هالبيت باي طريقة، بقرد ودب لازم تلاقي تصريفة له. عم تمزحي؟ وانت اللي قلتي من بكرة بدي نزل اعلان بمجلة السمسار حتى بيع البيت. بس لازم ترخي ايدك شوي لحتى ينباع معنا بسرعة، يعني مو تطلب 4-5 ملايين مثل ما كنت ناوي. لك شو 4-5 ملايين؟ بدي بيعه بخسارة، بخسارة، فهمتي هلا؟ بدي بيعه بمليونين وربع، يعني بخسارة 250 ألف ليرة. معلش، الله بيعوض، المهم نخلص. مرحبا. أهلين وسهلين، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو أخوكي ناوي يبيع بيته؟ ما بعرف ليش. منزل إعلان بالجريدة، اسمعي شو كاتب. الشقة السكنية 125 متر منطقة أبو دراني للبيع بسعر مغري جدا، أو حتى المقايضة على شقة سكنية في دمشق أو حتى ضواحيها، للمراجعة بالاتصال رقم. يا حرام يا حرام على العلقة، صدقني زلت عليه من كل قلبي. المسكين ما بيستاهل، بس أخوك الحق عليه، كان لازم يدقدس منيح قبل ما يشتري. إيه الله يبعت له شي زبون يخلصه منه على أهون سبب يا رب. ام رياض، ام رياض، هلا. خير الشباب؟ شو في؟ هاتي البشارة. شو باع البيت؟ ايه نعم يا ستي، بعت البيت ووقعت العقد كمان. خي الف حمد وشكر لك يا ربي، والله لو بعرف زلغط لكن زلغط. قديش بعت ابو رياض؟ بمليونين وربع.
سيدي يلا معلش، الله بيعود. أبطل مصاري؟ لا ما أبطت شيء. ليش؟ بدلت مبادلة، ما بعت كاش. مبادلة؟ على شو بادلت؟ على بيت تاني؟ لا مو على بيت تاني، بادلت على 6000 متر قماش خملة الدرائن بينباعوا معنا يا ترى؟